أخي بدون مقدمات، ما يجري في إدلب هي جريمة حقيقية مدوية وعار على جبين حضارة القرن 2021. لا يمكن، ما يجري في إدلب هو تدمير، هو تهجير ممنهج لكل الشعب السوري من الطفل الرضيع حتى الشيخ الكبير. جريمة حقيقية في إدلب لا يمكن أن يسكت عليها العالم الحر. نطالب شرفاء العالم وأحرار العالم بالتدخل السريع، نطالب الدول الصديقة إذا كان بقي عنا دول صديقة، نطلب منهم، راجين منهم أن يتركوا النزاعات خارجا، أن يتركوا المصالح المشتركة خارجا وأن يدخلوا إلى ساحة سوريا. كما أننا نطالب الجيش الوطني، الجيش الحر، بفتح كافة الجبهات على هذا المجرم، على هذا الطاغية، هو وإيران وروسيا، لأنه ما يجري في إدلب لا يمكن أن يكون، أن نعبر عنه بدقائق معدودة أو بوقفة صامتة تعدادها ربع ساعة. لا يمكن، إن الشعب السوري يعيش في حالة انفجار، إن الشعب السوري يعيش في حالة انفجار. لا نستطيع إلا أن نقول افتحوا الجبهات، فأطفالنا جاهزون ونساؤنا جاهزون للقتال وشيوخنا أيضا جاهزون للقتال.